اهلا بكم. ونحن بصدد الحوار عن موضوعنا وهو الضعف الجنسي، نجد انه هذا الموضوع طوال التاريخ الاعلامي تحديدا في التعرض لهذا الموضوع، وليس في الاعلام فقط بل ايضا في الحوار الطبي نفسه، نجد انه دايما الحوار فيه يختصر، ودايما يكتب احيانا عبارة للكبار فقط عندما يكون الحوار عن الضعف الجنسي، ويأتي الحوار ممزوجا بنحنحة أو نوع من يعني الأصوات اللي فيها كده قبل ما أتكلم، عشان أنا حاسس إن أنا هتكلم في موضوع خاص جدا. وده فتح الباب على مصراعيه لحاجتين: أولا حوار المدجلين والمشعوذين في هذا المجال، لأنهم شايفين إن كبار أطباء مصر إما سكتوا بسبب عدم وجود نوافذ إعلامية للحديث، أو عندما يتحدثون لمن لا يفهم، ولمن يتحدث بتحفظ شديد جدا لأنه مش عارف، ودايما اللي مش عارف يبقى متحفظ. أنت تتكلم عن إيه؟ عن الضعف الجنسي؟ لا، تحط للكبار فقط. هسألك بتحفظ أو هسألك بتحفظ، أو يتدخل غير المتخصصين، يعني يدخل غير متخصصة في الضعف الجنسي حد متخصص مثلا في الطب الشرعي، ده برانش تاني في الطب خالص، يتحدث في الضعف الجنسي ويصبح متحدث ويقول آراء وهو ليس أساسا دارس لهذا الموضوع، يمكن قرأ كتاب ولا حاجة. فأنا قلت النهاردة أن أنا أستضيف قيمة علمية مهمة جدا، قامة جراحية مهمة جدا ومتخصصة في هذا المجال تحديدا، دراسات عميقة وكثيرة واسم لامع، وطبعا قيمة وقامة، هو الأستاذ الدكتور خالد عبد المنعم جاد جدلة، أستاذ جراحة الذكورة والعقم والحاصل على البورد الأمريكي في الطب الجنسي، دكتوراه الطب الجنسي العلاجي من جامعة من مودز بفلوريدا في أمريكا، والمدير لمراكز مان كلينيك الشهيرة. أهلا بك يا دكتور. أهلا سعد. اللي أنا قلته في الانترو ده أنا أعتقد أنك أكيد يعني تابعته ورصدته طوال تاريخك طويل مصريا وعالميا. صحيح. فأنا هبدأ الأول بما هو الضعف الجنسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا بتفق معك طبعا في المقدمة اللي سعادتك عملتها عن هذا الموضوع. لو احنا فردنا تخصصات الطب المختلفة هنلاقي ان كل تخصص بياخد المتخصصين في الفرع بتاعه بيبدأوا يتكلموا فيه، قليل جدا ان حد يتكلم في التخصص اللي هو بيبعد عن الشكوى دي الا في الضعف الجنسي، فهو مباح وموجود على كل الموائد بلا استثناء. سبحان الله، كله بيتكلم فيه، نساء بيتكلم فيه، مسالك بيتكلم فيه، جلدية بيتكلم فيه، ودول اللي هم مرتبطين بالتخصص وما بعد ذلك، كل ما عدا ذلك برضو بيتكلم فيه. مش عايز اقول كل ما يعني اللي بنسموهم مساعدي المجالات الطبية بيتكلموا فيه، وعلاجات واعشاب وما انزل الله بها من سلطان. سيدنا موسى عليه السلام وهو كليم الله، حينما سأل الله على جبل الطور قال يا رب ممن الداء؟ فقال الله مني. قال ممن الدواء؟ فقال الله مني. قال يا رب فلم الطبيب؟ فقال الله تربت يمينك يا موسى، رجل سقط الشفاء على يدي. قد ايه الحوار ده حل الاشكاليه، حل الاشكاليه، هو مجرد سبب. هو احنا كاطباء وانت تعلم ذلك لا نملك شيء لاحد، ما نعرفش حاجه. انا بقدم نفس العلاج لاربعه، ثلاثه بيبقوا كويسين واحد وحش، ومانيش عارف ليه الثلاثه كويس ومش عارف ليه الوحش وحش، ما اعرفش. مثلا ده كمثال بسيط. فالتزام كل واحد بمهنته، اساله اهل الذكر، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. التزام كل واحد بمهنته حق. حق لمين؟ للمريض. من حق المريض عليا ان اقول له ما اعرفش، انا بعتبرها كده او دي وجهه نظري، ده حق عليا. انا عندي بواسير ما اعرفش، ما فهمش فيها، عندي حصوه في الكلى ما اعرفش، انا مالي ما اعرفش، عندي مشكله في العيون ما اعرفش ما اعرفش. بتجيني زوجه تقول لي طب يا دكتور طب شوف طب شوف تحاليلي، اقول لها والله ما اعرف فيها، بتزعل. طب ليه ما تشوفهاش؟ اقول لها لاني ما اعرفش. يبقى لازم ان برضه هم يحترموا
ويسيبوا الضعف الجنسي بالظبط. ما اعرفش وبتزعل مني زوجات كتيره جدا. طب شوفها لي انا ما اعرفش، انا ما اقدرش احدد الهرمون في وقت الدوره. ما الكلام ده فات عليه بالنسبه لي سنين طويله، انا ما اعرفهاش. سعادتك عارف النهارده واحنا في سننا بعد تخصص التخصص اللي احنا بنشتغل فيه عشان تقول لي ارجع تاني لايام كليه، ده كلام صعب عليا جدا. ما اعرفش لان انت كمان عندك علم تاني مهم انت انا شغال فيه. فانا ما اعرفش، فبلاقي الزوجات بيزعلهم. لا ده حقك عليا ان انا اقول لك ما اعرفش، والمفروض تحترمي فيا ده. من هنا الضعف الجنسي اصبح على كل المواد، كل الناس بتتكلم فيه، العامه بيتكلموا فيه، الخاصه بيتكلموا فيه، اطباء بيتكلموا فيه، على الرغم ان هو عندنا مجاله في التدريس في كليات الطب ضعيف جدا. اذا المعلومات المقدمه لطلبه البكالوريوس لا شيء، محاضره واحده لا شيء، محاضره واحده صحيح في وسط مثلا 500 مليون محاضره بالظبط لا شيء. مش ممكن انا في وسط ده هقدر اخد من المعلومه واقدر اعالج بيها من عشان انا ما انا درست في كليه. طب ما انا درست انف واذن ودرست رمض طب ليه ما بشتغلش بيه؟ ودرست دراسه مش محاضره، ده انا درست ترم كامل. واخد بال حضرتك؟ لا، الضعف الجنسي مرض ويحترم. هو مرض ولابد ان احنا نعترف ان هو مرض زي اي مرض. يعني مصاب بالضعف الجنسي ما يقاس، ما يتضايقش، ما يزعلش، زي ما بيجي له مغص، زي ما بيجي له كحه، زي ما اي شكوى في الدنيا من ضمنها الضعف الجنسي. له اسباب وله تشخيص وله علاج. الفكره كلها ان انت المريض المصري بياخده بسطحيه شديده جدا. عندي ضعف جنسي، اسال واحد صاحبي يديني حبوب. عندي ضعف جنسي والامور سائت، اطلع من صاحبي ده على واحد كان تمرجي في عياده، فاهم وعارف كل حاجه. صيدلي فشل، اخش على صيدلي فشل، ابدا في سؤال ليا طرق كتيره جدا. مع ان انت لو عينك وجعتك هتروح لدكتور عيون. طب ليه في ده احنا بناخده بهذا التهميش، على الرغم ان له تاثير قوي جدا على الاسره، لان اقامه علاقه جنسيه منتظمه في الاسره دي بتحفظ للاسره حاجات كتيره جدا. اللي عنده المشكله دي هيعلم صدق كلامي، هيعرف قد ايه وجود هذه المشكله في الاسره تؤثر على كيان الاسره. هنا السؤال، كتير من الرجاله يتوهموا وربما يكون عندهم ضعف جنسي، اما يتوهم ان عنده ضعف ما عندوش، او يكون عنده ضعف جنسي وهو ما يعرفش. صحيح. من هنا التعريف. التعريف هو عدم القدره على ايجاد صلابه، او هي موجوده ولا استطيع المحافظه عليها لاقامه علاقه جنسيه منتظمه. ولكن التعريف ده ما ينفعش يحصل لي مره اقول انا عندي ضعف جنسي، لا، على الاقل شهر. ما ينفعش يحصل لي مره وفي المره دي انا فوجئت ان حصلت معايا مشكله في الانتصاب، اذا انا عندي ضعف جنسي وتبدا الماساه واعصابي تتلف. لا، ده لابد من شهر في علاقه جنسيه منتظمه. دي نقطة. تاني نقطة، إذا أنت فشلت في من 0 لـ30% من عدد المرات أنت رجل طبيعي. إذا الطبيعي ممكن يفشل؟ ده الطبيعي متاح له إنه يفشل لحد 30%. يعني أنا في خلال الشهر، نركز مع بعض، في خلال الشهر لو أنا أقمت علاقة 10 مرات، 7 منهم كويس أنا كويس وما أروحش للدكتور وما أخدش علاج. لابد افهم ده، لان انا مش اله، مش مكنه، هناك الاف الاسباب بتخش في هذا الموضوع، الحاله المزاجيه والحاله النفسيه، الاف الاسباب بتخش في هذا الموضوع، الموضوع مش مكنه انا بدوس على الزرار. طيب اسمح لي يا استاذنا هنا، هو معنى هذا الكلام انه الضعف الجنسي، هل رجل عازب ما اتجوزش ممكن يشتكي منه؟ صحيح، وده بنسميه فحوص ما قبل الزواج. ده بنعمل فعلا، ده بيجي وبنفحص وبنشوف قدرته على الانتصاب اخبارها ايه، وبنقدر لو عنده مشكله بنبدا نعالجها له من قبل الزواج. وده انا بطالب بيه، مش بس اقدر اعمله، ده انا بطالب بيه علشان احفظ المشاكل اللي ممكن تحصل لي ما بعد الزواج. ده فيما يتعلق
يعني هنا اصل احنا ما قلنا علاقه جنسيه مستمره، بدات انا افكر طب واحد لسه ما فيش علاقه جنسيه مستمره، ده نوع اخر. اها ده نوع اخر اللي هو ما قبل الزواج، دي فحوص ودي نوع اخر، ودي فعلا ببدا اشتغل بيها وببدا ان انا احدد اذا كان عنده مشكله من الاختبارات المعينه اللي حددتها الدبليو اتش او منظمه الصحه العالميه في هذا النوع من المرضى. طيب هذا القطاع هو قطاع في العضو الذكري. عايز ابص هنا حاجه مهمه جدا في الصوره دي، الصوره دي بتوصف لي الجلد، وده مش داخل معايا في الانتصاب، ما داخل جوه في دايرتين اللي جواها الدايرتين الحمر، الدايرتين دولت اللي جواها الدايرتين الحمر دي اسمها الاجسام الكهفيه، حاجه عامله زي السفنج، تتملي ميه تبقى عامله زي السفنج. يحصل ايه بقى لو انا بصيت على الصورتين اللي تحت؟ هلاقي الوريد لافف حوالين الجسم الكهفي، شايفين الدوران بتاع الوريد؟ واضح جدا. حدوث الانتصاب بياتي من نمره واحد، الدم بيدخل من الشريان اللي ورا العضله اللي واضح من ورا القطين اللي ورا دول، يخش الشريان يدخل 300 سم دم في كل عضله من العضلتين، يبدا العضله دي تتملي زي الاسفنج، زي ما انا قلت الاسفنج بتتملي بميه تتنفش يعني بالبلدي، الوريدين اللي هم احنا شايفينهم زي الدوائر دول ينضغط عليهم بامتلاء العضله فيتوقفوا عن تسريب الدم، فيتحبس الدم داخل العضله فتاتي الصلابه وياتي الجماع. واضحه جدا، وميكانيزم رائع للغلق بتاع الوريد. جدا جدا جدا، لان وضع الوريد محطوط ازاي؟ اللي فوق الوريد، اللي بين الوريد وبين الجلد طبقه حافظه عامله زي المحفظه ناشفه جدا تسمى التيونيكا. معنى كده انا فرمت الوريد بين الحيط وبيني، ضغطت عليه فقفل. فالنهارده لما اجي انا الكلمه السهيله جدا عند الناس، ده انت عندك تسريب في الوريد. جميل، ولكن النهارده امتى اقول ان في تسريب في الوريد؟ لو الدم بيخش لي بشكل كافي. لو ما بيخشليش بشكل كافي انا ما قدرتش احكم، يبقى انا حكمي غلط. بلاقي ان 70 80% من اللي بيتقال لهم تسريب في الوريد خطا، لان هو اصلا ما وصلش لكميه الدم اللي تضغط على الوريد وتزنقه في التيونيكا او الجدار الاسمنتي اللي موجود فتضغط عليه وتقفله. لا، في اختبار تاني بقى يقول لي فعلا في تسريب في الوريد ولا لا. الكلمه دي شائعه جدا، بيجيني بها شباب صغير، انا رحت للدكتور وقال لي تسريب في الوريد وعايزك تركب عمليه، اعمل لك عمليه. ايه كل ده بالراحه؟ ابص للمريض الاقي مش محتاج لكل ده، هو اصلا ما عندوش تسريب في الوريد، كل الفكره ان كميه الدم اللي داخله قليله، العصب بتاعه اثر على الشريان فقفله، اديت علاج للعصب فتح الشريان، حلت القضيه، مع السلامه ما تجيش تاني. موضوع بسيط، ولكن الناس بتاخده زي ما قلت لحضرتك، اللي مش يعني ايه، اللي ما عندوش الادوات بتاعه هذا النوع من العلاج ما يخشش فيه. رحمه بالمريض، لان في النوع ده سعادتك عارف ان الكلمه اللي تتقال للمريض في الجنس ممكن تفضل لازقه في دماغه لحد ما يموت في علاقته مع زوجته. لاول مره على التلفزيونات نتكلم بالتفصيل على انه هذه المعلومه اللي قالها للدكتور خالد مهمه جدا، وسمعتها في بحث او قالتها يعني في بحث لواحد من اهم اساتذه الجنس في العالم، ده كان حد انجليزي كتب انه حكايه تسريب الوريد دي شبح كبير ناس كتير بتخلط فيه. فالناس كتير قوي فهمت او تصورت انه تسريب الوريدي ده هو قضيه كبيره. طلع هو ساعتها في المحاضره قال لنا ده، الكلام ده من 3 سنين، وحضرتك النهارده في مصر لاول مره تشير، ودي معلومه مهمه جدا ويا ريت نكتبها بالخط العريض، ان الاستاذ دكتور خالد قال انه شبح تسريب الوريدي ليس حقيقه، اكتر منه ضعف شريان. صحيح. صحيح، او نقدر نخرج منه نسبه كبيره جدا، ما هوش ريال، ما هوش حقيقي تسريب في الوريد، مش حقيقي، انما ناتج من عيب في الشريان. الاسباب بقى، اسباب الضعف الجنسي. دي ممكن تاخد منا 3 4 حلقات على فكره. كل نقطة احنا بنحاول ان احنا نقول اوفر فيو. بالظبط، انا عارف احنا في حضرة عالم طبعا الاستاذ الدكتور خالد عبد المنعم من علماء مصر، فاحنا قدامنا يعني على فكره احنا بنقول ايه الفهرس، لكن اليكم الانباء بالتفصيل، ده لسه هندخل التعريف ده ممكن ياخد منا حلقه لوحده.
صحيح صحيح، لان هي بتختلف حتى في ثقافه الفرد وفي ثقافه الشعب نفسه، يعني بتختلف في مستوى التعليم، التعريف فعلا بيختلف ما بين فرد لفرد وشعب لشعب، دوله لدوله، منطقه لمنطقه، كل ده بيختلف. ففعلا حتى التعريف فعلا ممكن ناخد فيه وقت طويل جدا، ولكن احنا بنحاول ان احنا نخش المدخل رويدا رويدا بالراحه، واحده واحده، بحيث ان احنا نوصل المعلومه برضو. زي ما سعادتك تفضلت وقلت من البدايه ان الموضوع شائك، الموضوع بيخش في دايره العيب والحرام واللي ما يصحش، لا احنا مش هنرسل راسنا في الرمل، ده موضوع قائم، مشكله قائمه. كون ان عدي في مصر نسبه كبيره جدا فوق ال 60-70% من الشعب موجود عنده المظهر او عنده درجه من هذه الدرجات، لا ده يبقى فعلا دي مشكله قائمه، لا يبقى المفروض ان احنا ندرس اسبابها وايه اللي وطنها عندنا بالشكل ده، وامشي فيها بطرق العلاج ازاي. الاسباب، الاسباب، لو احنا معانا الصوره نمره 3 فيها بعض اسباب الضعف الجنسي، الضعف الجنسي نقدر نشاهد الصوره المشاهدين. رقم 4، الصوره رقم 4 هنا الاسباب في، احنا طبعا بنفصل ما بين حاجتين، بنفصل بين اللي هو الاسباب العصبية والعضوية. العصبية هي كل ما هو خارج نطاق المرض، اللي ما هو ما فيش مرض، بمعنى ممكن جدا قلة الثقافة تعمل لي ضعف جنسي، ان انا مش عارف ومش فاهم، ممكن جدا الخوف من الفشل يعمل لي ضعف جنسي، ممكن المرور بتجربة فاشلة قبل كده تعمل ضعف جنسي، ممكن عدم التعاون او عدم الانسجام او عدم الحب والمودة بين الزوجين يعمل ضعف جنسي، ممكن اوضاع جنسية خاطئة تعمل ضعف جنسي، ممكن بعض العادات اللي بتؤثر على المريض زي الادوية، زي المخدرات، زي السجاير، زي بعض الاسباب الاخرى اللي ممكن تاثر على المريض وتعمل له ضعف جنسي، زي قله النوم، عدم التركيز، الشغل الكتير جدا، الاجهاد العصبي، كل ده ممكن يعمل لي ضعف جنسي. في ازاز هناك هي تمام ايدي اللي ما دي الازاز على الشمال، الحاجات اللي هي المخدرات وخلاف الكحوليات، يعني كحوليات فده برضو ممكن يوصلني ان يعمل لي ضعف جنسي. الضعف الجنسي العصبي 60% من الاسباب. عصبي صحيح. هي كلمة عصبي هنا عشان بس الناس تبقى فاهمها، تقصد بيها نيوروجينيك؟ لا، سايكو. سايكوجينيك. نعم. أنا دايماً أتلخبط معاك في الحكاية دي. بالظبط. برضه قبل كده برضه قلتها لي وقلت لك برضه نيوروجينيك، قلت لي لا هي سايكو. سايكو يعني لأن النيورو داخلة في الأسباب العضوية. زي السكر بيعمل لي مشكلة في العصب، فده داخل من الأسباب العضوية. إنما أنا ليه ببعد عن كلمة نفسي؟ لأن المريض بيتخيل إنه مرض نفسي أروح لطبيب نفسي. لا على الإطلاق، أنا أقصد ذلك. دايما انا بهرب من كلمه نفسي ديت، ان انا ما بقولهاش علشان المريض المصري اول ما بقول الكلمه دي بيقول لي يبقى انا عندي مشكله نفسيه اروح لطبيب نفسي. انا ما قصدتش كده، المقصد ان لو انا النهارده حتى بشبهها بتغير الحاله المزاجيه للانسان، واحد مثلا توفى والده مثلا لا قدر الله مثلا، هل يستطيع يجامع زوجته؟ مستحيل، لان حالته المزاجيه اتغيرت. معنى كده انه عنده ضعف جنسي عصبي؟ مش معنى كده انه عنده مرض يروح يتعالج منه، لا، مجرد تغيير الحاله المزاجيه يؤدي الى ضعف الانتصاب. اي وظيفه في جسم الانسان، اي وظيفه بتلاقي في عملها حاجه سيمبل جدا، عصب بيوصل الامر الوظيفه تشتغل. الجنسي لا، الجنسي 5 عوامل مش عامل واحد. لو انا حبيت احرك ايديا عصب وعضله، انما الجنسي لا، 5 عوامل، في هرمون، في عصب، في عضله، في شريان، في وريد، 5. هناك فرق بين وظيفه الجنس واي وظيفه اخرى في جسم الانسان. اي وظيفه ايا كانت ممكن يبقى فيها عامل، ممكن يبقى فيها 2، ممكن يبقى فيها 3، وده قليل جدا، انما 5 عوامل لاداء الوظيفه لا. ليه ربنا سبحانه وتعالى صعبها؟ قد يكون، قد يكون، انا ما اعرفش، وطبعا ده غير مش مكتوب، انما قد يكون ان اتصعبت علشان يخلي الناس اللي هم يعني ممكن نقرب من ناحيه الزنا مثلا، يبقى الامور صعبه بالنسبه لهم، ما تتحققش مع ناس كتير، وبنلاقي فعلا يقول انا فقدت الانتصاب في هذه الحاله من خوفي من حد او من قلقي او من رعبي او شيء من هذا القبيل. قد يكون، ولكن الجنس موضوع صعب، كومبليكيتد، صعب مش بسيط. علشان احصل على انتصاب ممكن يكون الوريد عندي كويس، العضله عندي كويسه، الشريان عندي كويس، الهرمون عندي كويس، وماليش مزاج، يسقط الجنس. مع ان الاربعه اللي عندي كويسين انما ماليش مزاج، هيسقط كل ده. واي واحد فيهم يسقط هيسقط الاربعه كويسين التانيين. من هنا كان لابد ان احنا علشان نشخص ان احنا نقول الاسباب، ان الاسباب بتعتمد على الخمسه دول، بمعنى ان في ضعف جنسي عصبي اللي احنا قلنا بدون سبب، وضعف جنسي عضوي. الضعف الجنسي العضوي ده
معايا منه ضعف جنسي اللي هو مرض في العصب، ضعف جنسي مرض في العضله، ضعف جنسي شرياني، ضعف جنسي وريدي اللي هو تسريب الوريد، ضعف جنسي هرموني اللي هو الهرمونات اللي داخله قليله او كويس. كل واحد من ده له حلقات، مش حلقه واحده، ولكن احنا كلامنا على ان الضعف الجنسي العضوي بالنسبه لنا كاطباء ذكوره، وده مفاجاه للناس طبعا، اسهل بكتير من الضعف الجنسي العصبي طبعا. لان انا الضعف الجنسي العضوي واحد عنده سكر، انا بعالج السكر وبعالج تاثير السكر، فبيظهر معايا النتيجه كويس. الضعف الجنسي العصبي انا بعالج ايه؟ العمليه محتاجه تعمق في الناحيه النفسيه جدا. بالظبط. وقد يكون عنده ازمه نفسيه او الاخري، والغير الازمه النفسيه هنا مش هي دي النسبه الاعلى، ده النسبه الاعلى العلاقه بين الاثنين اللي بيبقى صعب جدا جدا تطلع المعلومه من الاثنين، صعب. لان الراجل لما بيجي يحكي لي بيحكي لي ان هو تمام وزوجته اللي وحشه، والزوجه لما بتيجي بتحكي ان هي اللي كويسه وهو اللي وحش. هي مش القصه في ان مين السبب، دايما بيبقى هو السبب، لا انت السبب، لا هي انت السبب. هي مش كده، هو لابد نتفق ان مصلحه للاثنين، لابد نتفق ان في مرض موجود، في مشكله في العلاقه. المشكله في العلاقه دي لها اسباب، لها اسباب. الزوجه لها طبعا، احنا نعلم ان الراجل هو قائد الجنس، هو القائد كويس، الراجل هو اللي بيقول. ابص الاقي الزوج يجي يقول لي والله انا فعلا ما عندي مشكله من ناحيه الزوجه، ده بقى الزوج لما بيفك، انا عندي مشكله من ناحيه الزوجه. ليه؟ يقول لي اصل هي ما بتعملش، اصل هي ما بتنفسش. اساله بقى السؤال، سعادتك قلت لها تنفس كذا اللي انت بتتكلم عليه؟ يقول لي لا. قول له يا اخي اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني هي واحده متربيه طالعه من بيت اهلها ما تعرفش هذا الكلام، وانت مفترض ان انت هي تعلم اللي انت عايزه. قول لها ما نفذتش، تعالى نقعد ونتخانق. انما ما دام ما قلتش بتحاسبها على اي اساس؟ بتحاسب على اي اساس؟ ما هو كلام غير منطقي. ونفس الكلام الزوجه، الزوجه اجي اكلمها ده هو بيهرب، طب انت تطلبي؟ لا. ليه يا ستي ما تطلبيش؟ اصله عيب. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه العيب اللي موجود في ان زوجه عايزه زوجها او زوج عايز زوجته؟ ايه العيب في ده؟ ايه العيب في ده؟ العيب ده دخل فين؟ ثقافه متعمقه قديمه متراميه، اصله يفهم مني حاجه غلط، او اصله متربه عليها تراب يعني. كتير جدا العلاقه يا جماعه، العلاقه دي لابد يشوبها ان مجرد طلب الزوج لزوجته وهو ما يعرفش، ان انت مجرد ان انت تطلبها معنى كده ان انت بتحط فيها احساس قوي ان هي مرغوبه، وده اعلى انواع الاحساس داخل المراه، ان انا مرغوبه من زوجي انه عايزني. حصل جماع او حصلش، ده موضوع تاني مختلف. الزوجه ممكن ترتضي تماما بضمه من زوجها وانه تطبطب على كتفها، نهت القصه تماما. في احد الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث اسمه حديث ام زرع، ده كان 11 من النساء كانوا اجتمعوا، وكان كل واحده فيهم بتتكلم عن زوجها بالعيب، او يعني في واحده بتمدحه وواحده بتعيبه. طبعا حديث طويل ان انا اقوله، حديث طويل جدا، انما انا بختار منه. احد الزوجات اللي هي يمكن السته او السبعه كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول، انا مش عايز اخرج من الموضوع، بس هو يعني انا بعتبر ان هو في نطاق الموضوع. زوجي اذا اكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف، لا يولج الكف ليعلم البث. هقول التعبير بتاعها تاني، زوجي إذا أكل لف، أكل لف يعني لما بتحط له الأكل بياكل من كل الأطباق، ده يعني طباخة ممتازة رهيبة، هياكل صوابع وراه. إذا شرب اشتف، معنى كده ان هي لما تعمل له عصير او حاجه يعني بيشرب، الراجل هياكل الازاز، شارب اشتف، ده هيقرقش الازازه كمان. اذا نام التف، ده خلق منهي عنه في الاسلام، اذا نام اداها ظهره. كويس، انا مش عايز اقول ده حكمه ايه علشان الستات ما تستقوش بيها للرجال، بس ده خلق منهي عنه في الاسلام. اذا نام التف، اتكعور وادى وشه الناحيه الثانيه. الزواج موده مش جماع، موده سكن رحمه، الموده في الوجوه مش ان اديها ضهر. اخر حاجه قالت ايه؟ لا يولج الكف ليعلم البث. اي زوجه في الدنيا بيجي زوجها من الشغل
بتقول له العيال عملوا وخلوا وعملوا وخلوا، ده شيء طبيعي. انت هتقرفيني ليه؟ هتقولي كلام زي ده؟ انا جاي تعبان، انا انا انا، ده طريق. واحد تاني بيقول لها ربنا يخليكي وربنا يقويك علينا وربنا يكرمك، انت فعلا متحملانا. هو ما خسرش حاجه، بس بكلمتين كانه ليعلم البث، لا يرجي الكف يعني ما تطفش عليا علشان اشتكي له فارتاح. لو انت ريحت الزوجه، التعبير بيقول ان الزوجه تستطيع تشيل جبل احد من مكان لمكان. انت خسرت ايه؟ طبطبت عليها؟ ايه المشكله في ده؟ انا مش شايف في مشكله في ده. التعامل العادي اللي بين الزوج والزوجه بتاع الشنب، انا شنب ومش من حقك، الموضوع مش كده، ده كيان. بترد عليه بتقول له ما هو كمان الصرصار عنده شنب. يعني على فكره بيردوا على فكره على طول، الرد بتاع الزوجات في الحكايه ديت محفوظ، يقول لها انا الشنب، وتقول له ما الصرصار عنده شنب. صحيح. دخلناش في نقطه ده. لا والله بجد. ازاي نشخص الضعف؟ اصل انت عارف احنا لسه في تعريف، والله احنا لسه في تعريف، مش عارفين نخرج بره التعريف. ودايما ايه سبحان الله، التعريف بتاعنا ازاي نشخصه؟ يعني ازاي نعرفه؟ التشخيص بيبتدي نمره واحد بالصوره اللي على الشمال. دكتور قاعد مع مريض، دي نمره واحد انا جايبها اهو ومصورها، ده مش من عندي، نمرة واحد، لأن بيجيني طلبات كتيرة جدا على الفيس. أنا عندي ضعف جنسي، اكتب لي علاج يا دكتور. طب هكتب إزاي؟ أنا ما شفتكش، ما أعرفكش. هكتب إزاي؟ هعرف إزاي أتعامل معاك وأسألك بعض الأسئلة اللي المفروض أوصل بها التشخيص. حط عليها بقى نمرة اتنين اللي هو اللي على اليمين، اللي هي إيه؟ فحص المريض إكلينيكيا. يجي الأستاذ اللي بيكلمني يقول لي أنا ممكن أبعت لك فلوس الكشف. هي القصة مش فلوس كاشف، مع ان يعني انا مش بكلم على اللفظ، هو له ما يعنيه، لان الله عليم بالظبط. هو بيبقى قاعد بس شغال في دبي وبيبعت لك حد بالتحاليل ويقول لك عالجني. انا ما بعالجش ورق. بالظبط كده. انا ما بعالجش ورق، انا بعالج بني ادم، احتاج البني ادم قدامي اشوفه، تكوين الشعر في جسمه محتاج اشوفه، حجم الخصيتين، العضله هعرف ازاي العضله اذا كان فيها مشكله ولا لا الا اذا فحصت القضيب نفسه، شكل القضيب فيه انحناء، فيه التواء، فيه مشكله في عيب في الطهاره ولا لا. الحاجات دي انا لابد ان انا اطلعها بعيني علشان ابدا اشخص. بعد كده بيبدا درجات اللي هو كما منظمه الصحه العالميه اقرت هذا الكلام، اي مريض، اي مريض ضعف جنسي لابد اعمل له سكر صايم، دهون بالدم، هرمون الذكوره. سكر صايم، دهون بالدم، هرمون الذكوره. اذا كان يعاني من الرغبه بزود عليه هرمون الحليبي، اذا كان يعاني من السكر بزود عليه السكر المتخزن، اذا كان يعاني من الغده الدرقيه بزود عليه التي اس اتش. ده قانون انا مش بتاعي. يجي المريض نفس اللي قلناه الحلقه اللي فاتت، طب يا دكتور سيب التحاليل بس ده على جنب، احب اعملها لك بس اكتب لي علاج الاول. ينفعش. طب على اكتب على ايه؟ هل انت عندك اي نوع من الانواع؟ اي نوع؟ ده انا قلت ست سبع انواع، اي نوع فيهم هكتب فيه علاج؟ عايز علاج خلاص تقفل الملف، ساعتك انزل الصيدليه هات العلاج اللي انت عايزه اشتريه. انما انا معلش اتحمل مسؤوليه ان انا اكتب علاج وانا ما اعرفش تشخيص على اي اساس؟ نيجي بعد كده الفحوص الاخرى اللي هي الفحوص الذكوره بقى، ودي بتبقى غير موجوده غير في مراكز الذكوره بس، زي فحص الدوبلر للشرايين القضيب، ان انا اشوف من جوه الدوبلر ده هل الشريان بتاعي كويس، هل الوريد بتاعي كويس. نمره اتنين فحص العصب، ما هو العصب من ضمن الحاجات اللي انا مسؤوله معايا. واحد عنده سكر حلايل المريض ما بيحسش خالص من تحت، فمحتاج ان انا اقوي العصب واظبط له السكر علشان او اضيع له النيوروجينيك اريكتال ديسفانكشن، ده اللي هو ضعف الانتصاب المسؤول عن المشكله في او مرض في العصب. سواء انت عارف حضرتك طبعا ان بيبقى عندي مريض السكر على فكره بيديني ثلاث انواع مش نوع واحد، ثلاثه من الضعف الجنسي العضوي، العضله والشريان والعصب، الثلاثه بيديهم مريض السكر. وعايز اقول بيأثر عليهم بيعملهم وعايز اقول ان مريض الضعف الجنسي العصبي اللي هو 60% ده اتجاه، المريض الضعف الجنسي العضوي دايما بيبقى معاه جزء من العصب، اليمنت من العصب. لان انا فشلي مع زوجتي مره او اتنين على طول عصبي يتاثر، وابدا ان انا فشلت وانا وظيفتي 60% مثلا، انا فشلت وانا وظيفتي 60%، مع مره فشل مره تانية العصب بتاعي اتوتر نزلت وظيفتي ل 40%، مع ان اصلي 60 انما نزلت ل 40. في اليمنت عندي دايما من الجانب اللي هو العصبي ده بيقلل لي من الوظيفه. الوقت ده همنا لكن العلاج ما زال موجودا، بس هنقول عناوين لان هنتكلم بالتفصيل في
العلاجات في الفترة الأخيرة؟ أنا مش هعون عنوان الصورة ديت، أنا عايز أقول كلمة للمشاهدين بالنسبة للعلاج. لا يوجد، لا يوجد نوع من أنواع الضعف الجنسي ملوش علاج. بالظبط أيا كان نوع العلاج. لكن إحنا شايفين علاجات كتير، وفي أكتر من كده بكتير، في أكتر من كده بكتير. دي مجرد صورة، دي مجرد صورة بس، لكن علاج قد يكون بدواء، بالحقن أو بالأجهزة أو بتركيب الدعامات، أو بتركيب دعامات، أو بالأدوية، أو مجرد تسقيف، أو بالأجهزة اللي هي الأجهزة اللي إحنا بنشتغل بيها في مان كلينيك. عظيم جدا. الأجهزة دي هتتكلم عليها لوحدها بإذن الله. بإذن الله. عندي أسئلة، هل هناك أوضاع جنسية ممكن تحسن حالة الضعف الجنسي؟ عندي أسئلة عن الأجهزة ودورها في تحديث قدرة الانتصاب وتحديث العصب وتعامل مع العصب، واختراعات وتطويرات في الأجهزة نفسها. عندي أجهزة عن هل هناك عمليات وأساليب معينة ممكن تطول العضو الذكري بقد إيه، وإيه المقاييس وإيه المحاذير اللي أنت بتشتغل فيها كباحث في هذا المجال ومطور للتقنيات زي كده، وحدودنا إيه وإيه الصح في الحدود، وإيه الاختراع يعني تهبيلات وتهيسات في الإنترنت وممكن تكون خارج نطاق المعقول في حدود أخرى، ولكن الوقت قد مر وما زالت هذه الأسئلة عالقة. ماذا سنفعل؟ سعادتك بتحط عليها مسؤولية كبيرة، كلمتين انت قلتهم في 30 ثانية يدوني 20-30 حلقة قدام. حلوة قوي، يبقى ال 20-30 حلقة جايين هنتكلم فيهم بالتفصيل طبعا مع انا سعيد بتواجده معاكم حقيقة. انا اللي سعيد جدا بتواجدي معاك، وسعيد اكتر انه فعلا احنا النهاردة بنكمل الدكتور الى قمة الأداء الطبي والتثقيف لكي يكون الجامعة الإعلامية التي تجمع بين أفضل أطباء مصر، وأنت طبعا واحد منهم، نورتنا كالعادة. كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور خالد عبد المنعم جد الله، أستاذ جراحة الذكورة والعقم، الحاصل على البورد الأمريكي في الطب الجنسي، دكتور الطب الجنسي العلاجي من جامعة من مودز بفلوريدا في أمريكا، والمدير لمراكز مان كلينيك الشهيرة. أهلا بك دايما. خليكم مع الدكتور، خليكم معانا عشان تفهموا، خليكم معانا عشان تبقوا أحسن، ما تروحش لحتة تانية.